ربما يعني لا أحد يستطيع أن يفترض أو يؤكد أو يعرف ما يدور في رأس مقتدى الصدر. يعني مقتدى الصدر يقرر القرار ثم يلغيه بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، وغالبا لأنه لا يوجد أحد في داخل حركته أو تياره يسأله لماذا قررت ولماذا ألغيت ولماذا كذا، فبالتالي تصبح القضية معمية وظلامية ومتروكة لكل التكهنات من كل الأنواع. على سبيل المثال تكهن قيام الحرب الأهلية بالنسبة لي أنا وفق حساباتي التي أراها أمامي، لا أعتقد بأنه الإطار التنسيقي قادر على شن أي نوع من الحرب بوجه مقتدى. هذا توضح منذ الدخول الثاني للبرلمان، يعني منذ أن دخل الصدريين للمرة الثانية. تذكر حضرتك في المرة الأولى ظهرت صور لنور المالكي وهو يحمل السلاح ويتفقد القوات ويقول بما معناه نحن مستعدون، نحن لسنا رقما سهلا، نحن إلى آخره. ثم عاد ودخل مقتدى للمرة الثانية ضاربا بعرض الحائط كل هذه الصور وكل هذه الرسائل، وتبين بأن الإطار التنسيقي هو نمر من ورق، نمر من قش، لا يملك أي قوة حقيقية بمواجهة الصدريين. قوة الحقيقية الوحيدة كانت علينا إحنا في الساحات كعراقيين وكشعب عراقي، كان يضرب ويقتل بينا لأننا عزل السلاح. أما عندما وجد حقيقي أمامه انكش وكت وهرب من الساحة. فبالتالي بالنسبة لي لا أرى إمكانية لوجود مثل هذه الحرب الأهلية. زين، نفترض أن هناك طرف آخر يريد إشعال الحرب الأهلية، من هو الطرف صاحب المصلحة لكي يشعل الحرب الأهلية في العراق الآن؟ أي طرف دولي أو إقليمي يملك هذه الحسابات، وآسف إذا أستخدم تعبير الحمقاء، لكي يفكر بإشعال حرب أهلية في بلد مثل العراق، في حرب الأهلية الأولى امتدت آثارها لكل دول المنطقة. الآن حرب أهلية شيعية، الشيعية بإمكانها أن ترتد إلى داخل إيران نفسها. هل تجرؤ إيران على التفكير؟ إيران هي التي منعت وتمنع أي صدام عسكري بين أي طرفين في داخل المعادلة الشيعية العراقية، لأنه قطعا هذا ليس من مصلحتها. هل الولايات المتحدة تفكر بإشعال حرب أهلية شيعية شيعية وهي التي اكتوت في المنطقة بنيران الحرب الأهلية الأولى التي حصلت إبان سيطرتها والتي كادت أن تفلت الأمور في يدها في الشرق الأوسط وخرجت هاربة من الشرق الأوسط بسببها؟ هل هناك طرف في المنطقة يملك حماقة أن يشعل حرب أهلية شيعية شيعية في العراق؟ ربما، أنا لا أعرف، لا أستطيع أن أتكهن، لأنه ثبت من نتيجة كثير من دول المنطقة والعالم لا تفكر أبدا بشكل مستقيم أو لا تفكر بشكل سليم في الحسابات، وربما تتورط هي في حسابات تصنعها لنفسها. لكن الحقيقة واقع الأمر الذي أراه أمامي الآن هو أنه مقتدى الصدر تقريبا مسيطر على الساحة بأكملها، قواته هي المسيطرة على الوضع، والإطار التنسيقي لا يملك الآن إلا فقط العناد، وهذا العناد باعتقادي الشخصي هو عناد مؤقت. المشكلة الأساسية في الإطار التنسيقي أنه أقوى طرفين فيه هم أكثر طرفين وضعهم مقتدى تحت خانة الزيرو اللي هم نور المالكي وقيس الخزعلي، وبخلاف هذين الاثنين الذين هم الوحيدان الذين يشدون الإطار التنسيقي نحو فكرة المعاندة أمام مقتدى، كل الإطار التنسيقي الباقي يريد اليوم قبل باكر أن ينضم لمقتدى ويخلص من هذا الموال كله. ووصلتني معلومات أنه حتى إيران نفسها تفكر جديا بأن يصبح مقتدى الصدر هو المفوض الأساسي لديها في إدارة ملف العراق، أسوة بحزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن. يعني خلاص بدأت إيران تعتقد وتؤمن فعلا بأن هذا التعدد الهائل بالميليشيات والأحزاب وكذا مضر لها أكثر ما هو نافع، فلتضع يدها بيد مقتدى، وهي ستظل بوضع الدولة الأولى بالنسبة للعراق، ستظل بوضع الصداقة الأولى. ربما لن يعود مقتدى بنفس التبعية لإيران اللي كانت عليها الفصائل، ولكن على الأقل سيستطيع أن يضبط الساحة العراقية التي كلفت طهران كثير من الجهد والأعصاب للسيطرة عليها أكثر من أي ساحة أخرى في المنطقة والعالم. لهذا ربما نحن مقبلين على فتصور جديد وخارطة جديدة للعراق خلاف ما إحنا كنا تعودنا عليها من سنة 2005 ولحد الآن. النقطة الأساسية اللي كانت وستبقى وموجودة حتى الآن هو غياب الشعب العراقي عن هذه الصورة. الشعب العراقي تفرج سنة 2003 لما تقدمت القوات الأمريكية وأسقطت صدام، تفرج سنة 2005 عندما تقدموا وصنعوا الدستور والنظام السياسي، والآن يتفرجون عندما يتغير النظام السياسي وشكله من الشكل الأوليغارشي المتعدد
إلى نوع من الفردانية التي يوشك الصدر أن يحوزها في المرحلة المقبلة.